دكتور محمد في جدة، لماذا تأخرت السعودية حتى الآن مقارنة بجيرانها في تهنئة بايدن؟ المملكة العربية السعودية، أولا مساء الخير سيد حمدان لك وضيفك الكريم من واشنطن. التأت السعودية أن تؤجل أو تأخر المبادرة بالتهنئة لحين يعني يتضح الأمور. هي سياسة المملكة العربية السعودية دائما ما تتسم بالتوازن والاتزان، وذلك المفهوم علاقات المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945 فرانكلين روزفلت، وعلى فكرة هو رئيس ديمقراطي أخذ 4 فترات بصفة استثنائية. أقدر ما تقول دكتور محمد، لكن جيران السعودية الخليجيين ودول عالمية كبرى، أوروبا، الاتحاد الأوروبي، دول أوروبية عدة، بريطانيا، العالم في معظمه هنأ جو بايدن، لكن هذا تأني هل هو مبرر من وجهة نظرك في السعودية أم ماذا؟ يعني ما الذي تخشاه السعودية من وراء تهنئة بايدن؟ هي التهنئة قادمة لا محالة، ولكن لا يضير أن تشاهد أو توازن الأمور حتى يكون إعلان بصفة يعني رسمية، رغم أننا نؤمن أنه الأمر قد حسم وفاز بايدن. تماما. يتفضل. نتجاوز هذه النقطة دكتور محمد. جو بايدن سيستلم البيت الأبيض في 20 من شهر يناير القادم، لديه ملفات عدة وتحديات عدة أيضا في الشرق الأوسط. ربما سيأتي بمنهجية وعقلية، أكيد أنه سيأتي بمنهجية وعقلية مختلفة للتعامل مع قضايا الشرق الأوسط. أريد الحديث عن قضايا الخليج أولا معك. ما الذي سيفعله بايدن؟ ما الذي تعتقد السعودية أن بايدن سيفعله أولا في ملف المقاطعة الخليجية، مقاطعة قطر؟ يعني بكل وضوح يعني الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي كلاهما سيان أولوياتهم اللي هي الداخل الأمريكي، حفظ الأمن القومي الأمريكي والشعب الأمريكي، وبالتالي النظر إلى الملفات الأخرى. نحن نتعامل في المملكة العربية السعودية بتوازن حقيقة بالدبلوماسية وتوازن مع كلا الأحزاب، إن كان الحزب الديمقراطي أو كان الحزب الجمهوري. والدليل على ذلك أنه الملك سلمان قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، انطلقت هناك الشراكة الاستراتيجية للقرن 21 وهو جمهوري. ولو أخذنا ملفات كيف تتعامل مع جمهوري، هو الاختلاف سيد حمدان فقط. لكن دكتور، هو الاختلاف هنا لا يأتي، هنا اختلاف شخصيات. شخصية ترامب مختلفة تماما عن شخصية بايدن. قيل أنا وأنا أقرأ لك مما كتب في وسائل الإعلام الأمريكية وما قيل في السنوات الماضية، أن رئيس ترامب كان قد يعني كان متساهلا جدا في تعاونه مع دول الخليج، خصوصا مع السعودية، غض الطرف عن أمور عدة تتعلق بحرب اليمن، حقوق الإنسان في المملكة وحقوق الإنسان في اليمن، باع السلاح بشكل غير طبيعي، وكما قيل في بعض الأحيان ابتز السعودية ماديا فيما يتعلق بقضية مقتل خاشقجي. أريد إجابة منك لو سمحت على هذه النقاط. أولا، حجم التبادل التجاري المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015 $85 مليار. حجم التبادل التجاري الآن مع الحزب الجمهوري والرئيس ترامب هو $55 مليار دون الصفقات. بالنسبة للصفقات والأسلحة، دائما سيد حمدان تمتد إلى مدة 15 سنة ممكن يمر عليها 3 رؤساء أمريكيين، عقود صيانة، عقود لوجستيك، تأمين، قطع غيار، تدريب. هذه حقيقة يعني واقعة وظاهرة. فلا يوجد دولة في العالم ترهن قرارها وسيادتها إلى أشخاص أو أحزاب معينة. الرئيس ترامب يعنينا حقيقة لو أخذناها في التحليل. هناك للأسف انقسام حتى عندنا في التويتر، في الوصال، ناس ترامبيون وناس بايديون، والترامبيون أكثر من ترامب. ما يهمنا إحنا حقيقة، نتكلم بالواقع أنه الرئيس ترامب هو رئيس براغماتي مرن،
حقيقة. حتى هو أنه خرج من مفهوم المؤسسة الحزب الجمهوري إلى اليمين البديل، ما يهمنا ونتمنى أن نتعامل معه، ولكن حقيقة لابد أن نوازن. نوازن هو وماذا بعد الفترة الثانية فيما لو أخذها هو 4 سنوات، فلابد التوازن. فجميع العقود والأشياء كلها مستمرة. طيب سأعود إليك دكتور محمد.